وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين والطاهرين. الإخوة والأخوات الأعزاء، أسرى عوائل الشهداء والجرحى والأسرى والمطاردين المقتربين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. إن الشعب البحراني الأبي الذي يمسك اليوم بكل زمام فعالياته وعملياته الثورية أفشل كل خطط الكيان الخليفي التأمرية، ما جعل هذا العدو يتحقق على مدى السنوات الأربع، ما جعل هذا العدو يتخبط في تصرفاته. نطالب بالإفراج عن المساجد، نطالب بالإفراج عن المساجد، نطالب بالإفراج عن المساجد. ما جعل هذا العدو يتخبط في تصرفاته الهوجاء والغبية، وهذا لم يتحقق على مدى السنوات الأربع الماضية إلا يعوز من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل تضحيات وصمود أبناء الشعبنا، سيما أحبتنا الأسرى وعوائلهم المعطاء. ومما لا ريب فيه إن مثل هذا التلاحم المصيري والتكاتف الجماهيري والمضي في درب الثورة متوكلين على الله وحده، والزخم الكبير الذي شهدناه في الاستفتاء الشعبي في نوفمبر الماضي كفيل بتحقق أهداف ثورتنا المجيدة التي نص عليها ميثاق اللؤلؤ. إننا إذ نعلن تضامننا مع الأحبة الأسرى تيجان الوطن، ونصطف إلى جانب أسرهم وعوائلهم الكريمة يحدون الأمل بقرب النصر وتحقق أمنيات شعبنا في ثورته المباركة وأهدافه التي لم تعرف الكلل والملل رغم القمع الوحشي والحصار البربري. إن هذه الحقيقة أخذت تتجلى أكثر فأكثر لكل ذوي البصيرة من خلال ما يجري على ساحاتنا الإقليمية والدولية من هزائم متلاحقة لمحور حلف الشيطان السعودي وأسيادهم الأمريكان. وفي المقابل تتواصل الانتصارات محور المقاومة الباسلة وحصد الثمار. إن غدا لناظره قريب، وما النصر إلا من عند الله. ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير، السبت 25 إبريل نيسان 2015 ميلادية، البحرين المحتلة.